بنا أهلا بكم. أحكامنا بالسجن لمدة تتفاوت بين 17 أعوام بحق عدد من الصحفيين في مصر، وصدمة عالمية من الأحكام التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالمخيفة والقاسية. والخارجية البريطانية والهولندية استدعت السفيرين المصريين لبحث هذه الأحكام، وما زالت تتواصل بيانات التنديد من المنظمات الحقوقية والمهتمة بحريات وحماية الصحفيين حول العالم. ما هو مستقبل حرية الصحافة في مصر في ظل مثل هذه الأحكام؟ وما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الضغوطات الدولية على الإدارة المصرية في هذه المرحلة؟ هذه الأسئلة وأكثر نطرحها على ضيفتنا في هذه الحلقة من اسأل، شيماء أبو الخير، ممثلة لجنة حماية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيدة شيماء، بداية أهلا بك معي. دعيني فقط قبل أن نبدأ النقاش أن ننوه للسادة المشاهدين أننا نتلقى الآن أسئلتكم واستفساراتكم للمشاركة في هذا الحوار عبر هاشتاغ اسأل شيماء أبو الخير على موقع التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر مصر فيسبوك وتويتر. سيدة شيماء، الأحكام التي صدرت اليوم وصفت بالقاسية ووصفت بأنها انتهاك لحرية الإعلام وحرية الصحافة في مصر، أنت كممثلة للجنة حماية الصحفيين الدوليين كيف تصفين هذه الأحكام؟ بكل تأكيد الأحكام النهاردة كانت صادمة بشكل كبير جدا، ليس فقط لينا كمراقبين لأوضاع حرية الصحافة في مصر، ولكن هي أيضا صادمة للرأي العام العالمي. أيضا لأول مرة في تاريخ مصر تصدر مثل هذه الأحكام بحق الصحفيين، ونحن شاهدنا بكل أسف في الشهور الأخيرة طوال السنة الماضية كاملة تدهور شديد في حرية الصحافة في مصر. الأحكام الصادرة اليوم هي أول مرة أحكام هذه القسوة وهذه الصرامة توجه ضد الصحفيين ترصدها لجنة حماية الصحفيين منذ تأسيسها عام 81. لم نشاهد مثل هذه القسوة من الأحكام على الصحفيين، بل إن أسوأ هذه الأحكام كانت صدرت في عهد السنوات الأخيرة للرئيس مبارك، وكانت بالحكم عامين فقط على أحد رؤساء التحرير، وتم العفو عنه من الرئيس مبارك احتراما لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بعدم حبس الصحفيين. لكننا اليوم بنرى 10 سنوات حكم بالسجن على الصحفيين، من 7 ل10 سنوات في الحكم على الصحفيين، وبالتالي اليوم هذه سابقة تاريخية في تاريخ مصر الحديث. ربما يعني هذا فيما يتعلق بالاتهامات التي توجه للصحفيين من منطق العمل الصحفي، ولكن دعيني أخذ وجهة النظر الأخرى والتي قد ترد عليك وتقول أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الصحفيين هي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتكدير السلم العام، ويعني على الرغم من نفي شبكة الجزيرة وأيضا الصحفيين الآخرين لمثل هذه الاتهامات، ولكنها تظل موضع سؤال، هل الأحكام التي صدرت اليوم هي لأنهم صحفيين أم لأن هذه التهم بالأساس هي تهم سياسية أو تهم جنائية، كيفما يمكن وصفها؟ هذه الاتهامات لم يكن لها أي أساس من الصحة أو أي أدلة في مجريات القضية أو في أوراق القضية. في الحقيقة هؤلاء الصحفيين يعاقبون فقط لأنهم يعملون صحفيا ولأنهم صحفيون مهنيين يمارسون عملهم بكل استقلالية وحيدة بعيدا عن أي انتماءات، سواء انتماءات سياسية أو فكرية أو دينية. لكن هذه الأحكام هي بكل التأكيد بعيدة تماما عن الاتهامات التي سقطها السلطات المصرية. ربما يكون هناك أسباب سياسية، ربما يكون هناك أبعاد سياسية حول هذا الاتهام أو حول الوقيعة بهؤلاء الصحفيين في هذه القضية، ولكن بكل تأكيد هم يحاسبون فقط لأنهم صحفيون مهنيون. نعم، الحديث عن ذلك يستدعي الوقوف أمام كلمة اتهامات سياسية، لأن ذلك يجعلنا نتحدث عن لماذا قد يصدر القضاء مثل هذه الأحكام بتهم سياسية أو بخلفية سياسية في الوقت الذي تقف فيه مصر في أمس الحاجة إلى يعني تصحيح الصورة سواء داخليا أو خارجيا. يعني في الواقع الاتهامات الموجهة ضد الزملاء الصحفيين هي في أغلبها كان يرتبط بعملهم الصحفي، بالإضافة إلى أحد الاتهامات اللي انتبائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهو اتهام تم ضحضه بين المحامين الخاصين بالصحفيين، وبالتالي هذه الأمور لم يتم الالتفات إليها من المحكمة، لم يتم الالتفات من المحكمة للمطالبات اللي قدمها المحامين لفصل هذه القضية عن حتى تكون قضية مهنية متعلقة بالعمل الصحفي فقط، ويتم فصل أي اتهام سياسي يتم إلحاقه أو إرفاقه بالاتهامات المتعلقة.
سلطة القضاء والمحكمة المصرية لم تنظر لها بعين الاعتبار، حتى أن الصحفيين أنفسهم قالوا وقدموا من الأدلة ما تثبت، ومحامين وقدموا من الأدلة ما تثبت عدم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين لا فكريا ولا تنظيميا، إلا أن هذه الأمور تم الالتفات عنها من قبل المحكمة. لا أعرف في الحقيقة لماذا لم تلتفت إلى هذه النقاط المحكمة، ولكن ربما المحكمة لم تلتفت لمطالب كثيرة كانت في هذه القضية. بغض النظر عن أن الانتماء من عدم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لا يعتبر بالأساس اتهام، الاتهام هو أن يرتكب الشخص أيا ما كان انتماؤه جريمة، سواء في حق مواطن آخر أو في حق عدد من المواطنين أو في حق الوطن بشكل أكبر وأعم. لكن السؤال هنا هو على المستوى الصحفي، هل هناك ما يبرر بالأساس أن تصدر مثل هذه الأحكام حتى ولو كانت هناك اتهامات وجهت إليهم بأنهم لا يؤدون عملهم بحيدة أو مهنية، إذا ثبت صحة ذلك على أقصى الحدود، هل ذلك يبرر مثل هذه الأحكام 7 سنوات مشددة وعشرة سنوات مشددة؟ هذه الأحكام لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، لا يوجد تبرير لها منطقي، لا يوجد لها تبرير موضوعي، لا يوجد لها تبرير حتى قانوني. إذا كانت الاتهام الرئيسي لهؤلاء الصحفيين هو نشر أخبار كاذبة، فإن النيابة العامة المصرية أعتقد لم تستطع أن تقدم هذا النشر الكاذب الذي قام به الصحفيون من خلال عملهم الصحفي. وإذا ثبت وهو لم يثبت حتى الآن أنهم قاموا بنشر كاذب، هناك طبقا للقانون المصري، قانون الصحافة وقانون العقوبات، ما ينص على كيفية تصحيح النشر الكاذب. يعني مثلا إذا كان هناك نشرا كاذبا في أحد الصحف، فيحق للشخص المنشور في حقه أو الجهة المنشور في حقها الخبر الكاذب أن تنشر في نفس المساحة ونفس البونت الكتابي باللغة العربية نفس التصحيح. وبالتالي أين هو الخبر الكاذب الذي قام بيتر وفهمي ومحمد بنشره حتى ولم تتمكن منه السلطات بالنفي؟ يعني لم يوضح لنا ما هو الخبر الكاذب. كل الأدلة التي قدمتها النيابة العامة كانت أدلة في واقع الأمر كان يجب أن تستخدم لتبرئة صحة الصحفيين وليس إدانتهم. على سبيل المثال، أحد الأدلة اللي كانت مقدمة ضد بيتر على سبيل المثال ان جهاز الكمبيوتر الخاص بيه عليه برنامج للمونتاج، هل برنامج المونتاج ده جريمه يعاقب عليها القانون؟ بكل تاكيد لا طبعا، لان كثير من الشباب لديهم مثل هذه البرامج، اي صحفي لدى الحاسب على جهاز الحاسب الالي الخاص بيه مثل هذه البرامج، كيف يتم توظيف هذا النوع من الامكانيات او الوسائل التي يستخدمها الصحفي لتوظيفها لتكون اداه لادانه الصحفي؟ هذا ما قامت به النيابه، هو توصيف او شرح الادوات الصحفيه باعتبارها ادوات لارتكاب الجرائم. وهذا الحكم اليوم بيقول بشكل عام ان السلطات المصريه في مصر ترى ان العمل الصحفي هو عمل مجرم يجب ان يعاقب عليه القانون وليس عملا موضوعيا مثل اي عمل اخر. نعم، يعني أنت تجدين من الصعوبة بمكان فهم إمكانية أن تكون برنامج المونتاج على جهاز اللابتوب الخاص بأحد الصحفيين هو أدلة أو يعني قد يستخدم كدليل لإدانته، ولكن ربما قد يجد البعض الآخر أن أغنية فولا فولا وهي أغنية تربينا عليها منذ الصغر للأطفال كانت قد استخدمت أيضا للتدليل على ارتكاب هؤلاء الصحفيين جريمة لا يعلم أحد ما هو الجريمة في أن يغني شخص أغنية كان يتربى عليها وهو صغير. أنت حضرت اليوم جلسة النطق بالحكم، هل يمكنك أن تصفي لي ما هي أجواء الجلسة؟ يعني ما هي مبررات القاضي على الأقل، ما الذي قاله؟ القاضي لم يقل أي شيء، لم يقدم مبررات، هو نطق فقط الحكم ثم غادر القاعة وسط حالة من الهياج والإحباط وهتافات من بعض المحبوسين من الصحفيين وبعض الشباب الآخرين اللي تم إرفاقهم في هذه القضية. بكل تأكيد كان هناك حالة من الاستياء شديدة جدا قبل في الحقيقة النطق بالحكم، كان هناك حالة من التفاؤل نسبيا، البعض كان يتمنى أن ينصفها القضاء، البعض كان يتمنى أن يصدر الحكم في هذه القضية بالبراءة، البعض كان يرى أنه لا يوجد أساس لهذه القضية حتى يتم حبس هؤلاء الصحفيين طوال هذه الشهور أو يتم إدانتهم بمثل هذه السنوات الطويلة. لم يكن هناك أي اعتقاد بأنه حتى إذا صدر حكم بالإدانة قد يكون حكما مخففا
لأي اعتبارات أخرى وليس استنادا على الأدلة التي قدمت، ولكن في الحقيقة جاء الحكم صادما للغاية. حصلت حالات من الانهيارات داخل القاعة وبكاء هستيري ما بين أسر الصحفيين المحبوسين حاليا، وأكيد الأجهزة الأمنية كانت متواجدة وقامت بإخلاء القاعة فور انتهاء القاضي من إلقاء كلمته والحكم، وغادرنا كلنا القاعة. نعم، ربما إذا كنا نتحدث عن ردات الفعل وربما وصف المشهد داخل قاعة المحكمة، يمكنني أن أسألك، يعني هل كانت هناك ردات فعل مختلفة مغيرة؟ هل تفاءل أحد بالحكم بعد أن صدر؟ هل يعني هناك بعض الأحكام التي يهتف البعض منددين لها والبعض الآخر يراها يعني جيدة وكافية؟ هل كان هناك هذا الانقسام؟ كيف كانت ردة فعل الوفود الأجنبية التي كانت موجودة، مع العلم أننا نعلم أن كانت هناك وفود إعلامية وسياسية دبلوماسية أجنبية موجودة داخل القاعة؟ طبعا الحضور في قاعة المحكمة كان حضور قوي جدا، بنشكر كل الناس اللي حضرت سواء منظمات دولية أو إعلاميين أو صحفيين، وهو ما ننتظره في الحقيقة من الصحفيين أن يؤذروا بعضهم البعض. كان في حضور كبير جدا من وسائل اعلاميه ومراسلين وصحفيين اجانب جاءوا من بلدان مختلفه لتغطيه النص بالحكم اليوم. لم يكن هناك احد يتفق اطلاقا مع ما صدر اليوم من المحكمه، الكل كان في حاله من الصدمه والمفاجاه في ذات الوقت، البعض ردد مجموعه من الاجابات لا افضل ان اذكرها الان، ولكن كان هناك هتافات طويله تدين الحكم وتدين محاكمة الصحفيين وتدين تدهور الشديد الخاص بحرية الصحافة في مصر. البعض حاول أن يهدئ من روع المتعصبين ويقول لهم أننا سوف نستمر في نضالنا ودفاعنا عن حقوقهم في العمل. الأسر أسرة الصحفيين كانت مصدومين للغاية من الحكم، بعضهم لم يستطع أن يتحدث إطلاقا، اكتفى بالبكاء. البعض الاخر وصف الحكم بانه تدمير شان للاسره وللعائله ولمستقبل الصحفي، وبالتالي كان هناك حاله من الصدمه، لم يكن هناك انقسام اطلاقا، ولا اعتقد ان هناك قد يكون هناك من يؤيد مثل هذه الاحكام الجائره ضد الصحفيين. نعم، سيدة شيماء دعيني أنقل لك بعض الأسئلة الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من سعيد صابر يقول لك: لماذا يحاكم الصحفيون؟ أو وهذا يجعلنا نقف أمام جملة الصحافة ليست جريمة. سؤال آخر ثم يمكنك الإجابة على ذلك من محمد علي يقول لك: ما هو تأثير هذه الأحكام على صورة مصر في الخارج؟ وربما قد يمثل هذا السؤال نقطة انتقال للجزء المتبقي من الحوار. بكل تأكيد هناك أسباب كثيرة تجعل النظام المصري أو أي نظام في العالم أن يلجأ إلى معاقبة الصحفيين و منعهم من العمل، وهو منع اصوات المعارضه من الظهور. نحن الان بنرى ان السلطات المصريه تسعى طوال الوقت الى وجود رؤيه واحده في الاعلام، الى وجود راي واحد وتفسير واحد للاوضاع المتدهوره في البلاد بشكل عام، راي واحد تعبر عنه الدوله، وترغب الدوله ان تلتزم وسائل الاعلام المختلفه سواء المحليه او الدوليه او الاقليميه بنقل الصورة التي ترغب الدولة فقط في نشرها إلى الرأي العام العلني أو حتى إلى الرأي العام الداخلي، وبالتالي تقوم البلدان عادة بالقبض على الصحفيين. في هذه الحالة التي نحن أمامها في مصر ومع وجود 14 صحفي سجين حتى الآن في السجون المصرية، هذا يدل على أن السلطات المصرية لا ترغب أبدا في وجود أصوات معارضة أو رؤية معارضة لرؤيتها، هي ترغب فقط في وجود الرؤية التي تمثل السلطة المصرية أو التي تعبر عنها فقط السلطة المصرية. هذا يؤثر بشكل كل تأكيد على صورة مصر في الخارج، عندما تكون الدولة غير ديمقراطية لا تتيح أقصى قواعد حقوق الإنسان وأساسها في حقوق المواطنين وحق حرية الرأي والتعبير والعمل بحرية، وحرية الصحافة من أهم الحقوق التي ينظر لها في الخارج، قد يؤثر بكل تأكيد على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، قد يؤثر على الأوضاع السياسية والصورة الدولية لجمهورية مصر العربية، قد يؤثر أيضا على أمور متعلقة بالسياحة والاقتصاد والتطور، وهذه أمور في الحقيقة لا نعرف كيف لا يلتفت إليها المسؤولين في مصر، يعني صورة مصر في الخارج، والتأكيد طوال الوقت على احترامها للدستور والقانون، هذا هو ما نريد وهذا ما تمناه في هذه القضية. كل ما تمناه في هذه القضية أن يخرج هؤلاء الصحفيين بحكم بالبراءة التزاما وتفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الأخير، والذي ينص على عدم حق الصحفيين.
ولكن هذا الحكم اليوم ياتي مغيره مختلفه تماما ومعارضه لما ينص عليها الدستور وما تطالب به كافه التيارات السياسيه او الحقوقيه او المدنيه في مصر. نعم، ربما ونحن نتحدث عن ردات الفعل الدولية أو كيف قد يؤثر مثل هذا الحكم على صورة مصر في المجتمع الدولي والعالم الخارجي، دعيني يعني بين تصريح جون كيري وزير الخارجية الأمريكية الذي قال فيه أمس أنه حصل من المشير عبد الفتاح السيسي على وعد بإعادة النظر في قانون التظاهر وأحكام الإعدام وحبس الصحفيين، وتصريحه منذ قليل بعد صدور هذه الأحكام الذي قال فيه أن الأحكام مخيفة وقاسية، واتصلنا بوزير الخارجية المصري لتسجيل استياءنا الجدي من هذه الأحكام. هناك تصريحات عدة وردت من نافي بلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان أدانت بها الأحكام، ووزيرة الخارجية الأسترالية عبرت عن صدمتها. جولي بيشوب وهي وزيرة الخارجية يعني قالت في مؤتمر صحفي أنه من الصعب تفهم مثل هذه الأحكام، وأنت تتحدثين عن تأثير مثل هذه الردات المختلفة من دول مختلفة، حيث تم أيضا استدعاء سفيرين المصري في بريطانيا وفي هولندا لتوضيح يعني الاستياء من هذه الأحكام. كيف يمكن أن يؤثر هذا الضغط الدولي في الخارج، أو ربما إذا كان من الممكن أن يؤثر على المشهد الداخلي في مصر؟ بكل تأكيد هذه الضغوط ربما الحوثي ثمارها، لكن في واقع الأمر يبدو أن السلطات المصرية لا تستمع لرأي أصدقائها فيما يتعلق بحماية حرية الصحافة، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مصر والالتزام بها. ما يبدو حتى الآن هو غياب الإرادة السياسية لدى السلطة المصرية. لا توجد في الحقيقة إرادة سياسية، هناك أحاديث طوال الوقت وتصريحات طوال الوقت بشأن تعديل بعض المواد بعض القوانين المكشفة أو القوانين القاسية اللي تم إقرارها مؤخرا، وأيضا تعديل بعض مواد الدستور، ولكن في نفس الوقت هذه كلها عبارة عن تصريحات إعلامية نراها تصريحات فقط ليس لها أي علاقة بما ينفذ على أرض الواقع. إذا كان هناك حديث عن تعديلات أو رغبة في تعديل قانون التظاهر والتي أدت منذ يومين اعتقال أربع صحفيين أثناء تصفيتهم لأحد التظاهرات أو أحد الفعاليات الخاصة بمناهضة هذا القانون، تم اعتقال أربع صحفيين ثم إطلاق سراحهم في وقت لاحق، هذه أمور بتدل على أن هناك فجوة كبيرة جدا بين التصريحات الإعلامية التي يقدمها المسؤولين المصريين وبين ما يحدث على الأرض في الأرض الواقع على الأرض في الأرض. ما يحدث فعليا هو ان السلطات المصريه تستخدم كل الوسائل الغاشمه والقاسيه ضد النشطاء او ضد الصحفيين، بعيده تماما عن التسويق الاعلامي لهذه هذا النوع من التصريحات. نعم، يعني ربما نحن نقف في هذا الموقف ما بين الحديث عن أن الضغوطات الدولية مطلوبة من أجل وقف الانتهاكات في مواجهة الصحفيين، ولكن أيضا نتحدث عن التدخل الخارجي. هل إذا نجحت الضغوطات الدولية في تغيير موقف القضاء المصري، تغيير الموقف السياسي تجاه الصحفيين، ألا يعد هذا أيضا تدخل خارجي في شؤون مصر؟ لا، نحن لا نطالب احد بالتدخل في الشؤون الداخليه في مصر، ولكن الشؤون المتعلقه بحقوق الانسان والحريات العامه هي شؤون عالميه، الجميع يقف ويساندها ويطالب بتصحيحها، سواء هذه المطالبات تحدث من اجل تصحيح هذه الاوضاع المدهوره والمترددة في مصر، او المطالبه بنفس تصحيح هذه الاوضاع او اي اوضاع اخرى متدهوره في اي بلد اخر على مستوى العالم. يعني مصر من حقها ان تتدخل او تصدر تصريحات وتعليقات على انتهاكات حقوق الانسان في اي مكان في العالم، لان هذه حقوق عالميه من حق المجتمع الدولي والانسان كل الناس على مستوى العالم ان يطالبوا بتحسينها، ولكن في نفس الوقت ما هذه المطالبات لا تعتبر تدخل في الشان الداخلي للبلاد، المطالبه بتحسين وضعيه الاستقلال للقضاء في مصر، المطالبه بتحسين حريه الصحافه وازاحه حريه الصحافه، المطالبه بمناهضه التعديل، المطالبة بإطلاق حرية الصحفيين وإطلاق حريات الرأي والتعبير في مصر بشكل عام، هذه مطالبات مشروعة من حق أي دولة أن تطالب بها في أي دولة أخرى، وعلى الدولة أن تستمع إلى أصدقائها وإلى أنصارها وإلى شركائها في المنطقة وأن تحسن من هذه الأمور، لأن تحسين هذه الأمور قد يأتي بمنافع خاصة على الدولة المصرية. على سبيل المثال مصر تعالج عندها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، هذه الاتفاقية
بتنص على تقديم دعم ومعونات للسلطات المصريه ومنح اقتصاديه وتنمويه في حال تحسين مصر لوضعية حقوق الانسان. هذه المنح منذ بدايه الثوره او السنوات الاخيره من عهد الرئيس مبارك السابق تم تقليل هذه المنح بسبب تدهور حريه الصحافه، واعتقد انها الان ايضا هذه المنح بتقدم بنسب قليله جدا تدهور اوضاع حقوق الانسان، وبالتالي التزام مصر وحمايتها لحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور المصري والالتزام بها وتفعيلها وحمايه وتوفير هذه الحقوق والحريات للمواطنين تضمن لمصر توفير قدر كبير جدا من الدعم والمساعدات من الدول الصديقه التي. ولكن سيدة شيماء، يعني ونحن نتحدث أيضا عن الضغوطات الدولية، بالأمس كان جون كيري موجودا في مصر وقال صراحة أنه تحدث مع السيسي وحصل على وعد منه يعني التدخل فيما يتعلق بالقوانين مثل قانون التظاهر، أحكام الإعدام والتي أصبحت يعني نسمع عنها كل يوم وكأنها يعني صباح الخير ومساء النور في التواصل اليومي، ومؤخرا حبس الصحفيين. والرجل قال ذلك ثم قال أنه يعني سنقوم بإرسال طائرات الأباتشي في حربنا على الإرهاب، وكأنه يربط ما بين يعني تنفيذ الالتزامات المصرية تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية في مقابل يعني هذه المعونات. الأمر هو أن هذا مجرد استنكار إعلامي، ولكن ما يحدث في النهاية أن مصالح الدول هي ما تتحكم. بكل أسف طبعا مصالح الدول هي التي تتحكم، لكننا هنا أمام الدولة المصرية التي تنشد إلى إقامة دولة ديمقراطية حديثة لديها دستور حديث صوت عليه أغلب الشعب المصري، لديها رئيس منتخب ديمقراطية، لديها قوانين راسخة، لديها قضاء قديم، كل هذه الامور تجعل الدوله المصريه قادره على القيام بالوفاء بالتزاماتها الدوليه، وهذا ما نرجوه من السلطه الحاليه ان تلتزم بان تقوم بتنفيذ وتفعيل التزاماتها الدوليه فيما يتعلق بحقوق الانسان، هذا بصرف النظر عن ما تقدمه لها البلدان وبصرف النظر عن التصريحات الاعلانيه، لكن يجب ان يكون هناك اراده حقيقيه، رغبه حقيقيه، وإلى أن تتوفر هذه الإرادة سيدة شيماء، إلى أن تتوفر هذه الإرادة، هل هناك ما يمكن أن تقوم به هذه الدول أو المنظمات مثل منظمتكم أو غيرها من المنظمات على يعني لا أريد استخدام كلمة إجبار، ولكن على الأقل الضغط بشكل فعال وقوي أكبر من مجرد التصريحات لتحسين وضع المعتقلين والصحفيين ووقف انتهاكات الصحافة وحرية الإعلام؟ ما نقوم به ان نعمل جانبا بجانب مع السلطات المصريه، مع المجتمع المدني المصري لتوعيه وتعريف السلطات باهميه هذه الالتزامات، باهميه هذا التحكيم، واهميه ان كلما تم توفير هذه الحريات وهذه المساحه من الحقوق والحريات كلما كان مفيدا لسمعه الدوله ومفيدا الى تطور الديمقراطي في البلاد. هذا الدور نحن نقوم به، وراسلنا من قبل السلطات المصريه مرات عديده، اخر الامور كان خطاب ارسلناه للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمرشح السابق حمدون صباحي، وطلبناهم بان من يقود بهذه الانتخابات ان يولي اهتمامه بتفعيل البنود الخاصه بحريه الصحافه في الدستور وان يمارس سلطته. ايضا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطه قمنا بكتابه مقال موجه له طلبناه فيه بان يبذل كل ما في وسعه لاصلاح سراح ال 14 صحفي المسجونين في السجون المصريه. حتى الان لم يرد لنا اي رد، ولذلك نحن ما زلنا نقول انه حتى الان لم تتوفر الاراده السياسيه الحقيقيه للالتزام بالدستور المصري اولا، ثم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر وهي ملتزمه بها امام المجتمع الدولي. نعم، في ظل مثل هذه الأحكام والتي تعكس يعني رغبة من الإرادة الحالية في التنكيل بكل صوت صحفي لا يخرج من تحت لوائها ولا يردد ما تريده أن يقول، كيف يمكن الحديث عن مستقبل الصحافة في مصر؟ كيف ترينه على الأقل؟ في الحقيقة ده سؤال صعب جدا، لأننا الحديث عن المستقبل يجب أن يكون له مؤشرات، والمؤشرات حاليا تقول أننا نتحدث عن اليوم وعن غدا، فاليوم الحكم على 3 صحفيين بالسجن، بينما اليوم وقف أمام القضاء 6 صحفيين، يعني هناك غير الصحفيين الجزيرة اليوم، كان هناك 3 صحفيين آخرين في قضية أخرى
امام نفس القاضي في قضيه اخرى لم تصدر فيها حكم، غدا حكم اخر على صحفي نتمنى الا يكون حكما بالسجن ونتمنى ان يطلق سراحه. اذا نحن امام كل يوم، كل يوم نحن امام مستقبل اما متدهور او متدهور جدا او اوضاع سيئه. الواقع الان هو واقع متدهور جدا، حريه الصحافه في خطر شديد جدا، حياه الصحفيين وحريتهم في خطر اكبر. العمل الصحفي بات عملا خطيرا للغايه في مصر، وكان احنا الصحفيين نحن نصنف مصر ضمن اخطر بلدان العالم في العمل الصحفي. هذا ما وصلنا اليه الان بسبب الضغوطات التي تمارسها السلطات وممارسه ارهاب الصحفيين وتراويحهم. المستقبل اذا كان يسير كما هو الحال الان فلا يبدو انه مبشرا اطلاقا بالنسبه للعمل الصحفي، سواء للصحفيين المحليين او للصحفيين الدوليين الذين ياتوا للعمل في مصر. نعم، إذا كنا نتحدث عن مستقبل الصحافة أيضا، فيعني لو أردنا أن نحل هذه الأزمة، هل يمكن أن نتحدث في نقاط عن ما الذي يجب فعله لتجاوز مثل هذه الأزمة في مصر؟ هل هناك قانون يجب تعديله؟ هل هناك لجنة يجب إنشائها؟ هل هناك يعني عرف صحفي يجب اتباعه؟ هل هناك على الأقل أن تعلن الدولة أنها لا ترغب بوجود أي صحافة سواء دولية أو أي صحافة معارضة؟ يعني فلتجعل خطها واضح على الأقل؟ لا، اولا الدوله المصريه يجب ان تعلن صراحه انها ترحب بالاعلام الدولي طوال الوقت، يجب ان تعلن صراحه انها تلتزم بالدستور المصري الذي تطبق عليه ووافق عليه المصريين جميعا، والذي ينص على حريه الراي والتعبير وحريه الصحافه وينص على منع حق الصحفيين. وانطلاقا من هذه الماده الاخيره يجب الاطلاق الفوري لكافه الصحفيين المحبوسين والمسجونين، سواء هؤلاء الذين صدرت ضدهم احكام او هؤلاء الذين المحبوسين دون اي اتهامات. هناك صحفيين محبوسين ومسجونين منذ الثالث من يوليو 2013 حتى اليوم لم يتم توجيه لهم اتهامات او عرضهم على قضيه طبيعي للدفاع عن نفسهم. وبالتالي هذه هي الاجراءات، ان تقوم السلطات المصريه بالاعلان عن التزامها بالقانون المصري وبالدستور المصري، ثم هناك اجراءات اخرى فيما يتعلق في التحقيق في حالات القتل التي وقعت لعشر 10 من الصحفيين منذ قيام الثوره حتى الان لم يتم التحقيق في هذه الحالات الا حاله واحده ذهبت الى القضاء، وهي حاله الصحفي خديجه بوزيد الخاصه والمرتبطه بقضيه الاتحاديه، ولكن باقي حالات قتل الصحفيين لم تشهد اي تحقيقات منصفه ولم يقدم مرتكبي هذه الجرائم الى العداله. يجب ان يتم اسقاط كافه الاتهامات المقدمه أو مرفوعة من الأجهزة الأمنية أو من النيابة العامة المصرية على الصحفيين واتهامهم باتهامات مرتبطة أساسا بعملهم الصحفي. يجب أن يتم تفعيل القانون المصري فيما يتعلق بحماية الصحفيين، هناك مواد في قانون العقوبات بتنص على حماية الصحفيين والتعامل معهم واعتبارهم موظفين عموميين أثناء ممارسة عملهم. أين التطبيق من هذا؟ أين تطبيق هذه المواد القانونية؟ يجب تفعيل ميثاق الشرف الصحفي حتى يلتزم كل الصحفيين بالكتابه وبالتغطيه الصحفيه، الاهم من ذلك ان تحمي الدوله الصحفيين، الامر الاهم هو ان تمارس الدوله حمايه الصحفيين، عندما تقدم الدوله المصريه المسؤولين عن قتل الصحفيين هي تحمي الصحفيين، عندما تقدم الدوله الحمايه من حيث اتاحه المجال او المناخ العمل للصحفيين بشكل حر دون اي تضييق او مضايقات او اعتقالات او تهديدات، بهذه الطريقه الدوله المصريه توفر الحمايه المباشره للصحفيين، وبالتالي الدور الاكبر يجب ان تقوم به الدوله، وهو ايضا يرتبط في الاساس باراده حقيقيه لدى القياده السياسيه المصريه. اتمنى ان الرئيس السيسي يقوم بتفعيل مواد الدستور واستغلال السلطات التي تتيح له القانون، وان يصدر عفوا عن الصحفيين الذي يمكن العفو عنه إذا إرادة سياسية بالأساس من أجل حل مثل هذه الأزمة، اتباع القانون واتباع ميثاق الشرف الإعلامي، وربما أيضا محاكمة قتلة الصحفيين هي ربما قد تكون وصفة لتجاوز مثل هذه الأزمة. شيماء أبو الخير، ممثلة لجنة حماية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشكرك شكرا جزيلا.
الصحافة ليست جريمة، الصحافة هي مهنة يقوم فيها الصحفي بنقل الحقيقة، الجريمة دائما هي ما تخاف أو تخشى الدولة في أن ينقله الصحفي سواء بقلمه أو بكاميرته. يجب الإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين دون وجه حق. مشاهدينا، في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. لكم تحياتي، أنا حياة اليماني، الجزيرة مباشر مصر، وإلى اللقاء.